بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة. ما زلنا مع بعض في مسيرة 100 فقرة، ووصلنا بحمد الله إلى الفقرة 65. الفقرة 65 بعنوان تشارلز ديكنز. يتمتع الإنجليزي تشارلز ديكنز بشعبية لا نظير لها، وقد واتته الشهرة. واتته الشهرة يعني جاءته الشهرة. الشهرة هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وحالفه النجاح الأدبي وهو حي يرزق. وهناك جمعيات. أشير إلى أن كلمة هناك وهنا وهنالك وثم وثمت، الخمسة دولت كلهم بمعنى هناك أو هنا، يعني ظرف للمكان، اسم إشارة بيشير للمكان، فعشان كده سموه ظرف. هنا اسم إشارة مبني في محل نصب ظرف. هناك اسم إشارة مبني في محل نصب ظرف، والكاف حرف للخطاب لا محل له من الإعراب. هنالك اسم إشارة مبني في محل نصب ظرف، واللام للبعد والكاف للخطاب. ثم وثمت برضو دول الاثنين بمعنى هناك. خلي بالك، ثم بفتح الثاء وثمت بفتح الثاء وتاء مربوطة، وثم وثمت الاثنين برضو بمعنى هناك. يعني لما أقول ثم خلاف بين العرب أو ثمت خلافات بين العرب، تلاحظ أن بعد ثم جي كلمة خلاف، أي هناك خلاف بين العرب. الخمسة دولت بيعربوا ظرف، وبعد ما تخلص منهم ظرف غالبا لما يجي بعدهم اسم تقول شبه جملة في محل رفع خبر مقدم، يبقى اللي بعدهم مبتدا مؤخر. كل اللفة الطويلة العريضة ديت علشان أعرب لك كلمة جمعيات مبتدا مؤخر. يعني هل أستطيع يا أستاذ دلوقتي أن أنا أثبت أن المعلومة بتقول أن بعد هنا وهناك اسم يقع مبتدا مؤخر؟ آه، هنا القاهرة، القاهرة تعرب مبتدا مؤخر. هناك خلافات، خلافات تعرب مبتدا مؤخر، وهكذا. يبقى جمعيات دي مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وهناك جمعيات أدبية تحمل اسمه في سائر أنحاء العالم. ولم يقتصر الأمر على الشعوب الناطقة بالإنجليزية، إذ ترجمت كتبه. اتفقنا شباب إن فعل ويفعل ده الفعل المبني للمجهول. كوفئ، ضرب، خلق، يخلق، يكافأ، يضرب. الشكل ده من الفعل المضارع يفعل، والماضي فعل اللي بعده يبقى أو يحتاج هذا الفعل إلى نائب فعل. يعني كلمة ترجمت كتبه، ما تقوليش بقى أن التاء هنا هي نائب الفاعل وكتبه مفعول به، لا كده أنت خاطئ، لأن التاء هنا تاء تأنيس، حرف لا محل له من الإعراب. ويا ما قلنا في الفقرات السابقة أن تاء التأنيس بتبقى ساكنة، والتاء التأنيس بتبقى حرف لا محل له من الإعراب، أما تاء الفاعل بتبقى متحركة كما تذكر معي. ترجمت كتبه، يبقى كتبه هي اللي نائب فاعل، تمام، نائب فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة، والهاء في كتبه ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. إلى عدة لغات كان يتعاطف مع الفقراء. نيجي بقى للسؤال المشهور ده. أولا كلمة مع لما تيجي تبحث عنها عند النحاة في الكتب الكبيرة يعني فيها اختلاف، بعض يقول أنها حرف جر والبعض يقول أنها ظرف، ولكن أؤكد أنها في المرحلة الثانوية تعرب ظرف وما بعدها مضاف إليه. وكانت نزلت قبل كده في امتحان ثانوية عامة في التسعينات، وقال له قد تجلس مع إنسان فتشعر أنه، قد تجلس مع إنسان. ونزل نموذج الإجابة في هذه السنة أن كلمة إنسان مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. فالصحيح أن كلمة مع اسم وليست حرف، أي تعرب ظرف، والدليل أنها تنون معا. إذن مع تعرب ظرف وما بعدها يعرب مضاف إليه. إذن كلمة الفقراء هنا تعرب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. بعد الإعراب تعالوا بقى نتناول الاستخراج. بلي خبرا لناسخ وبين نوعه. طبعا ناسخ يبقى فتح لي المجال إن أنا فعل ناسخ أو حرف ناسخ. يتمتع الإنجليزي لا نظير لها، وآتته الشهرة، حالفه النجاح، وهناك أدبية تحمل، ولم يقتصر الأمر، ترجمت،
كان يتعاطف. تمام كده، كان دي الفعل الماضي، واسم كان مستتر تقديره هو، يعود على تشارلز ديكنز، ويتعاطف هي جملة الجملة الفعلية في محل نصب خبر كان. هل يا أستاذ ممكن أنا لو لخدت بالي يعني أن كلمة لا نظير لها، ما هي لا دي تعتبر زي إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر، هل تعتبر من النواسخ؟ آه صحيح، يعني أنا ممكن أعتبر أن لها دي خبر لناسخ وهو لا، وتبقى شبه جملة في محل رفع خبر لا، صحيح. لكن خلينا في الأكثر وضوحا للمصحح بتاعك، أن لو عندك إن وأخواتها أو كان وأخواتها، بالتالي بلاش تطلع كان، بلاش تطلع لا، وخلينا في الواضح. يبقى جبنا جملة يتعاطف، وعرفنا أنها خبر نوعه جملة فعلية. اسما معربا بعلامة فرعية واذكرها. الأول يعني إيه علامة فرعية؟ أفكر الناس كده، العلامة الفرعية في ناس بتعرفها تعريف خاطئ شوية أو تعريف مقلق ممكن يوقعك، اللي هو يقول لك إيه، لما تكون الحاجة مرفوعة بالواو أو منصوبة بالياء أو مجرورة بالياء يبقى ديت علامة فرعية. آه صحيح، بس الإجابة ناقصة كده، احنا نقولها بطريقة أحسن، أي علامة في غير موضعها تبقى على طول فرعية. يعني إيه؟ يعني أنا لو نصبت بالكسرة، جمع المؤنث السالم زي ما احنا عارفين بينصب بالكسرة، دي علامة فرعية، رغم أن الكسرة بتبقى من العلامات الأصلية، لكن هي اعتبرت هنا فرعية. ليه؟ لأنها استخدمت في غير الجر. طب والفتحة، لو الممنوع من الصرف اتجر بالفتحة برضو يبقى علامة فرعية، لأن الفتحة في الأصل وضعت للنصب. يبقى نقول العلامات الأصلية إيه بقى؟ ملخص يعني نعكس التعريف عشان تثبت في دماغك، العلامات الأصلية هي إيه؟ الضمة في الرفع، والفتحة في النصب، والكسرة في الجر، والسكون في الجزم. يعني لو الأربع علامات دول استخدموا في الرفع كل واحدة حسب ما وضعت إليه وما اشتهر عنها، يبقى دي علامة أصلية. إنما لو عكس الوضع زي منصوب بالكسرة ومجرور بالفتحة يبقى علامة فرعية. طب ما انت من شوية أستاذ قلت اللي هو مرفوع بالواو ومنصوب بالألف، آه صح كده، طالما الرفع تم بغير الضمة يبقى على طول يا شباب فرعية. يبقى لما نيجي هنا ندور بقى على حاجة فيها الشروط ديت، يعني عربت بعلامة فرعية، هلاقي هنا مثلا كلمة جمعيات تقدر تقول عليها علامة فرعية؟ لا طبعا، لأنها مرفوعة بالضمة عادي، لا ما فيهاش ديت، ما فيهاش مشكلة خالص. طيب الشعوب الناطقة ترجمت كتبه، العاجزين أهو، الفقراء والعاجزين، معطوف على الفقراء مجرور، مجرور بالياء، يبقى هنا طبعا جر بغير الكسرة. إذن يعني لو طلعنا أو لما نطلب مننا اسما معربا بعلامة فرعية واذكرها، يبقى كلمة العاجزين، وهو مجرور وعلامة جره يا شباب الياء. بلي اسم لا النافية للجنس وبين إعرابها. الحقيقة حان الوقت إن احنا نقف وقفة مع لا. لا في اللغة العربية لها أنواع شباب، زي ما احنا شايفين قدامنا في الشكل الجميل ده، أنواع لا أهي قدامنا. يبص للنافية للجنس، الملغاة، الناهية، النافية للفعل، العاطفة، خمس أنواع من لا. يعني أنت من هنا ورايح أول ما تشوف قدامك في القطعة حد طلب منك إعراب كلمة بعد لا، سواء اسم أو فعل، لازم الخطوة الأولى والأكيدة والمهمة إنك تحدد نوع لا الأول وعلى مهلك، لأن في خمس توائم متشابهة كلهم بيتكتبوا لا يا شباب. لا النهاية بتتكتب لا، ولا النافية بتتكتب لا، لا النافية للجنس بتتكتب لا، ما فيش واحدة فيهم لا بتتكتب لا بشرطة أو لا بنقطة، كلهم لا. يبقى لازم أحفظ شروط كل واحدة. تعال نشوف كده، افتكر معايا، النافية للجنس لازم يبقى بعدها اسم نكرة بدون فاصل لا يسبق حرف جر، دي الشروط، يمكن انتوا عندكم فكرة عنها عشان كده مش هطول فيها. زي لا إله إلا الله، كلمة إله نكرة وما فيش فاصل ما بين لا وإله، وما فيش قبل لا حرف جر، خلاص يبقى دي نافية للجنس. طيب عملها لو توفرت الشروط تنصب المبتدأ وترفع الخبر، يعني زي إن بالظبط، إلا إنها أحيانا بتبني المبتدأ. يعني أحيانا نقول لا شك اسم لا مبني، إنما لا طالب علم بنقول اسم لا منصوب لأنه مضاف، ولا طالبا للعلم أو لا طالبا علما ده اسم لا منصوب لأنه شبيه بالمضاف.
يبقى عرفنا ان لا عملها ايه, لان في الجنس لما بتتوفر الشروط على طول بترفع المبتدأ, تنصب المبتدأ وترفع الخبر واحيانا تبني المبتدأ. ودي اهوت, لو كان مفرد بيبقى مبني, ولو كان اسم لا منصوب زي لا طالب علم لانه مضاف, واسم لا منصوب برضه طالب لا طالبا للعلم لانه شبيه بالايه بالمضاف, دي اسمها لن في الجنس. طب لو فقدت شرط من الشروط السابقه بنسميها ملغاه. بص قدامك ايه, شروطها فقدت شرطا من الشروط العامله, يعني ما زي مثلا بعدها عفوا قبلها حرف جر بعدها يعني اتصل بحرف جر يبقى بعدها اسم مجرور. يعني لو لا فيها حرف جر يبقى اللي بعدها على طول اسم مجرور, ده ثابت يعني احبك بلا شك, يبقى على طول اللي جاي بعد لا هنا في الحاله دي تبقى يا شباب مجرور. طب لو في فاصل ما بين لو اسمها يعرب على طول مبتدا مؤخر, اللي بعدها يعرب مبتدا مؤخر. يعني لما اقول لا بيننا خلاف, اصلها لا خلاف بيننا, ما يفاصل يعني كلمه يا جماعه, كلمه ما بين لا وما بين اسمها, فلا بدل ما اقول لا خلاف بيننا قلت لا بيننا خلاف, فواضح كده ان في فاصل, يبقى يعرب مبتدا مؤخر. طب لو معرفه بتكرر لا واللي بعدها بيعرب مبتدا, يعني ما اقول لا المعلم ولا الطالب يقصران في اداء الواجب, لا المعلم ولا الطالب, ما ينفعش اقول يا شباب لا المعلم يقصر في اداء الواجب, ما ينفعش, لازم اكرر لا, يبقى تكرر وما بعدها يعرب مبتدا. واضح الموضوع, حفظ يا جماعه بجد والله حفظ, هتحفظ الشروط ولو حققت الشروط ايه اللي يحصل, وهتحفظ لما ما تتحققش الشروط ايه اللي يحصل, فما نعتمدش على الفهم بس, والعلم تدوين وتكرار, العلم تدوين وتكرار, واؤكد على هذه المعلومه. طيب يا استاذ عندك هنا بقى لو حصل اهو الامثله قدامك اهي, احبك بلا شك, شك اسم مجرور, لا بيننا خائن, خائن مبتدا مؤخر, لا الطالب ولا المعلم يقصران, يبقى الطالب ايه يا شباب, الطالب مبتدا, ده في حاله لما يبقى بعدها اسم. طب لما تيجي بعدها فعل ناهية, بتبقى ناهية أو نافية للفعل, الناهية لها شروط, يأتي بعدها فعل مضارع وتعطي معنى إياك. بص مش نعلمها بقى اللي بتبدأ بتاء, يعني زمايلك كتير يقولك إيه أنا بعلم لنا هي أستاذ إن اللي ما بتيجي بعدها فعل, لما بيجي بعدها فعل مضارع في تاء, يعني ما أقول مثلا إيه لا تتكلم لا تدخل, صحيح لا تتكلم ولا تدخل فعلا لا هنا أعطت معنى إياك, يعني إياك تتكلم وإياك تدخل, لكن ممكن قوي يجي بعد لنا هي فعل مضارع ما بيبدأش بالتاء, يعني ممكن أنا لو وقفت على باب الفصل وقلت لا يدخل طالب الآن, أنا بقول كده لا يدخل طالب الآن, لو بكلم الطلاب وبقول لهم إيه لا يترك طالبا الصلاة, انا بقول لكم اوعوا تقروا, اوعوا تتركوا الصلاه, اياك ان تتركوا الصلاه, اياك ان تدخل الان, اذا برضو ناهيه رغم ان الفعل المضارع بعدها ما جاش بيبدا بتاء, فبلاش علامه التاء دي, علامه التاء دي ممكن توقعنا, انما العلامه الصحيحه انك عشان تعرف لا ناهيه يبقى وراها فعل مضارع وتدي معنى اياك, لازم اشيلها كده واحط اياك. طب لو طلعت ناهيه ايه اللي يحصل, تجزم المضارع, وعلى فكره في البلاغه تبقى انشائي, فلن هي ديت هيترتب عليها نتيجة نحوية ونتيجة بلاغية, النتيجة النحوية إنها ناهية تجزم, والنتيجة البلاغية إنها أصبحت من الأسلوب الإنشائي, زي لا تغضب يبقى تغضب فعل مضارع مجزوم, مجزوم بالسكون بقى علامة جزم السكون. طب نافية للفعل يعني إيه بقى, يعني يأتي بعدها فعل ولا تعطي معنى إياك, زي لا يدخل الجنة كافر, لا يدخل الجنة مشرك. طب انا لما اقول لا يدخل الجنه كافر او مشرك, هل هنا بقول اياك يدخل الجنه كافر او مشرك, انا ما بامرش حد, انا بنفي دخول المشرك والكافر الجنه, بنفي, يبقى ما اديتش معنى اياك, يبقى اسمها نافيه. طب عمل لا النافيه ايه, لا تؤثر, ما تقوليش اللي بعد لا النافيه مرفوع لو سمحت, ده خطا شائع جدا الطلاب بتقع فيه, مش شرط بعد لا النافيه يبقى مرفوع, هو بعد لا النافيه يعرب حسب موقعه, إذا وجدت عوامل تؤثر فيها تأثر الفعل, يعني لما أقول لك إيه اتق الله حتى لا يغضب عليك, اتق الله حتى لا يغضب عليك, لو جيت تعرب يغضب هنا تعربها فعلا مضارع منصوب بعد حتى, مع إن لا نافية, لا نافية هي لا تؤثر, بس الفعل كده بعدها ماله بقى, ها منصوب بعد حتى, مش كده يا شباب, لما أقول إلا تنصروه فقد نصره الله, إن لا تنصروه فقد نصره الله, لا هنا نافية بس تنصروه مجزومة بإن الشرطية, إذن ما بعد لن نافية, الفعل بعد لن نافية لا يتأثر بها, ولكنه قد يتأثر بالعوامل قبلها مثل النصب أو الجزم, فانتبه لهذه القضية.
يبقى ليس لها أي عمل ولا تؤثر على الفعل. تمهل حتى لا تخطئ، حتى أنا قصدت هوت أجيب لك المثال، تمهل حتى لا تخطئ، يبقى لا تخطئ مش تعتبرها بقى طالما هي نافية يبقى مرفوع، لا هو منصوب بعد يا شباب، بعد حتى. لن العاطفة بقى شباب شروطها هي بتنفي ما بعدها وتثبت في نفس اللحظة ما قبلها، هي جت عشان كده بس بدون حرف عطف بدون واو. يعني ما أقول إيه، أحب الصمت لا الكلام، جاء محمد لا علي، أنا كده فعلا عطف، زرعنا قطنا لا قمحا، مش ولا لا 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 لا، قبلها مثبت وبتنفي اللي بعدها. يعني أنا لما أجي أعرب هنا علي، نعرب علي معطوف على محمد مرفوع علامة رفعه الضمة. فإذا لا العاطفة لا عمل لها إلا أنها تعطف ما بعدها على إيه شباب، على ما قبلها. حقيقة الشكل ده مهم قوي إنك تكون اترسم في دماغك وأدركت إن المسألة مش بسيطة، إن أنا أعرب ما بعد لا لأن لها احتمالات خمسة، فلازم أنا أخلي بالي هي أي أنهي نوع أو أنهي لا من الخمس. تعالوا نرجع بقى لقطعتنا، وبيقول لي الاسم لنا في الجنس وأعربه. أنا طبعا عايز كده لنا في الجنس لي أول حالة اللي هي لا نظير له، صح كده؟ كلمة نظير هنا اسم نكرة، مفيش فاصل مفيش حرف جر، اتفقت الشروط، يبقى إذن لنا في الجنس. ونظير هنعربها اسم لا مبني على الفتح، اسم لا مفرد مبني على الفتح. عرفت منين يا أستاذ أنه مفرد؟ عرفت أنه مش منون ولا وراء مضاف إليه. كلمة نظير ما جاتش نظيرا، ما جاتش كده، ولا وراها مضاف إليه، ما جاتش بعدها مضاف إليه، طالما هي خلت من التنوين والإضافة يبقى إذن هو اسم لا مفرد مبني على الفتح. جملة وقعت حالا وبين الرابط، أظن احنا فاكرين قوي ان الجملة اللي بتقع حال فاكر جملة يجوز حذفها بعد معرفة. انا كنت قلت الكلام ده في القطعة السابقة، لكن انا مؤمن جدا بالتكرار انه مهم. ها، جملة يجوز حذفها بعد معرفة وبها رابط يربطها بصاحب الحال، زي قرأت الكتاب أفكاره شيقة أو جاء الرجل يسعى. يعني خلاصة الكلام معرفة زائد جملة يجوز حذفها، وفي رابط. لما أقول جاء الرجل تحمله الإسعاف، هنا الهاء هو الرابط وجاي في صورة ضمير ظاهر. لما قلت رأيت الطفل يبكي الرابط هنا ضمير مستتر. لما أقول جاء أخي وهو راكب سيارته، وهو راكب سيارته، يبقى الواو هنا واو الحال، خلي بالك من ضمن الروابط. أنا بفكرك سريعا في القطعة 64 كنا تناولنا هذا الكلام بالتفصيل. طب احنا عايزين بقى جملة وقعت حال هنا. طيب يا سيدي، يتمتع الإنجليزي تشارلز ديكنز بشعبية لا نظير لها، وتتو الشهرة حلف النجاح وهو حي، اهو اللي هي واو الحال بطريقة واو الحال، زي جملة جاء محمد وهو يضحك، يبقى وتته الشهرة وهو حي، يبقى هنا جملة وهو حي في محل نصب حال، والرابط هنا الضمير هو وواو الحال. يعني أنا عندي الرابط ثنائي هنا، الضمير وواو الايه شباب وواو الحال. السؤال اللي بعديه بيقول لي خلاص بقى احنا خلصنا الاستخراج، بيقول لي جيم تقرأ مؤلفات تشارلز ديكنز تعي فلسفته في الحياة. اربط بقى ده شرط جازمة وغير ما يلزم. متى تقرأ وتحط سكون على همزة تقرأ مؤلفات تشارلز ديكنز تع عين فقط فلسفته في الحياة. ما حدش يحط لي فسوف يا جماعة، هو ما طلبش منك تخليه مقترن بالفاء، هو قال لك اربطه بس، أرجوكم ما تعملوش حاجة هو ما طلبهاش. ودي للمرة الثالثة أو الرابعة أنبه فيها خلال مسيرة المئة فقرة، إن إحنا لما نربط جملتين نكتفي فقط بالمطلوب مننا. هو قال لي هنا أربط بس بأداة شرط جازمة، بأداة شرط جازمة، خلي بالك ساعات بيقول لك أربط بأداة شرط غير جازمة، ما تبقاش السؤال أوتوماتيك، يعني ما تبقاش تجاوب عارف وتروح مجاوب، هو كان طالب منك غير جازمة، خلي بالك اقرأ السؤال كويس وعلى مهلك. هو فعلا هنا طالب جازمة، يبقى أقول له متى تقرأ وحط سكون على همزة تقرأ مؤلفات تشارلز ديكنز تع عين فقط وكسرة صغيرة كده تعويضا عن الياء الايه المحذوفة، تعي فلسفته في الايه في الحياة. ده بيقول لي كلمة مفاتيح ضعها في جملتين بحيث تكون مجرورة بالفتحة مرة ومجرورة بالكسرة مرة أخرى. طبعا كلمة مفاتيح هنا صيغة منتهى الجموع، فأقول مثلا كم من مفاتيح في مثلا جيبي، كم من مفاتيح، يعني احنا عارفين ممنوع من الصرف اذا خلى من ال والاضافه يجر بالياء شباب بالفتحه، اما اذا عرف بال او اضيف يجر بالكسره. يعني كم من المفاتيح يبقى مجرور بالكسره، كم من مفاتيح الابواب يبقى ده مجرور بالكسره لان وراه مضاف يا شباب مضاف اليه. اخيرا شباب السؤال ها بيقول لي في اي ماده تكشف في معجمك عن كلمه انحاء
هذه الكلمة لو تعرف مفردها هتلاقيه نحو، ونحو نبحث عنها في باب النون والفصل الحاء ثم الواو، ولك أن تكتبها نون حاء واو. وفقكم الله ووجهكم دائما نحو الخير. بهذا السؤال تمت الفقرة 65 بحمد الله، وإلى اللقاء في الفقرة.